وسط الصراعات اللي عم نعيشها اليوم بمجتمعاتنا العربية، قد ايه نحن بالفعل بحاجة للحوار والانفتاح على الآخر؟ منظمة اليونسكو فكرت بهالموضوع وأطلقت مشروع تعزيز ثقافة الحوار والسلام بالدول العربية اللي ابتدى من لبنان من حوالي 6 أشهر ورح ينتقل لتسع دول عربية. تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيوفنا. برحب بالمسؤول الإعلامي بمكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت السيد فراس الخطيب، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وبرحب بمستشارة اليونسكو لمشروع الحوار الثقافي ميسون شهاب، اهلا وسهلا فيك. هالمشروع يمكن اجى بوقته هلا لانه في صراعات كثيره عم بتصير بعده دول عربيه، الحاله عم تتازم وعم نفقد شيء اسمه حوار بتقريبا كل الدول العربيه. كيف نشات فكره هالمشروع وليش هلا بهالوقت بالذات؟ منظمه اليونسكو اللي هي منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم، من ميثاق التأسيسي في بناء السلام في عقول البشر، من أجل بناء السلام لازم يكون في حوار، لازم يكون في تنمية. مع الأسف اليوم بنعيش حوالينا في 123 نزاع مسلح بالعالم، وطبعا الدول العربية يعني فيها كمان نزاعات مسلحة. وبسنة 2001 الأمم المتحدة، مجموعة الأمم المتحدة قررت أنه تتبنى فكرة الحوار الثقافي وحوار الثقافات. بال 2005 بأيلول قادة العالم اتفقوا بمؤتمر قمة دولي لتبني الحوار الثقافي من أجل السلام، من أجل التنمية. نعم. فالفكرة موجودة وانطلقت. اليونسكو عندها كثير مشاريع في مجال الحوار الثقافي، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز قرر انه يدعم المنظمه بهذا الاتجاه. هالمشروع هو عمل مشترك بين منظمه اليونسكو ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار الوطني، انطلق من 6 أشهر بلبنان، وبعرف في عده اهداف حابين نتعرف عليها. ميسون، البروجرام برنامج تعزيز ثقافة الحوار والسلام في العالم العربي هو مثل ما ذكرتي بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالسعودية. البرنامج أهدافه كثيرة، بس اللي نحن بنجرب يعني نختصره ونقول أنه البرنامج يهدف إلى نشر هذه الثقافة في العالم العربي، بيستهدف الشباب بشكل كبير، والبروجرام عنده رسالة بده يحملها للشباب، رسالة كتير واضحة وكتير هيك ستريت فورورد، بتقول الاختلاف ليس خلاف، حاور. يعني عم نطلب من الشباب انه هن يتبنوا هيدي الرسالة ويمشوا فيها. فهذا باختصار اللي البروجرام عم بجرب يعمله بالعالم. هيدي الرسالة الأساسية لهالمشروع. ليش استهدفتوا هالفئة العمرية؟ ليش اليوث؟ ليش الشباب؟ اليوث لانه هن اللي بيشكلوا الفئه الاكثر، مع انه العقد موجوده عند الجيل اللي اكبر، يعني ما بعرف اذا فقدنا الامل بهالجيل وانتقلنا للجيل الاصغر. ما بنفقد الامل بشيء، يعني ما فقدنا كثير الامل، بس الاستثمار بالشباب وباللي عمره اصغر عاده الامباكت تبعه اكثر بكون اقوى. والشباب هن الاداه اللي هلا يعني هي اداه التغيير بالعالم العربي وبكل العالم، منشان هيك نحن استهدفنا هيدي الفئه اللي هي بتشكل 60% من البوبوليشن بالعالم العربي. لما بنقول دعوة لثقافة السلام شو يعني؟ يعني بتقدموا نشاطات، بتقدموا محاضرات، مشاريع، لقاءات، حوارات بينهم؟ في كثير نشاطات من ناحية نشاط، بس قبل ما نحكي عن النشاطات بدي أوضح، يعني اليونسكو بتعمل حزمة متكاملة، يعني الحوار لوحده لا يعني شيء، بدون تنمية، بدون حقوق صحيح. إنسان صحيح، لأنه عم نحكي عن الحوار وعم نحاول نطبق هالشيء، ما عم بيطبق، يعني بيبقى مجرد حكي لغاية اليوم. النشاطات بتهدف لتدريب مجموعة كبيرة من المدربين اللي بدورهم بمجتمعاتهم بهالدول العربية ممكن يدربوا ناس آخرين، وتوصل لكل مدرسة لكل مجتمع هالمهارات اللي حكيت عنها ميسون. نعم، انتم بسلسلة نشاطات، وكمان كان في مؤتمر كثير مهم، لأنه من أهم الأشياء اللي قدرتوا تحققوها بهالمشروع هو تأسيس دبلوم بعدد كبير من الجامعات بلبنان وكمان الدول العربية. خبرينا عن هالمشروع. المؤتمر صار بأدار الماضي، وكان كمان بالشراكة مع الأجانس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني بلبنان. المؤتمر ضم عدد كبير من أهل الاختصاص لناقشوا بهذا المؤتمر كل المواضيع اللي ممكن من خلالها
نقدر نطور دبلومة بتركز على الحوار والسلام بالمنطقة عنا. يعني اليوم صار في اختصاص اسمه ثقافة الحوار على ضوء المخرجات اللي نعم. طلعت بالمؤتمر وكل النقاشات اللي صارت تكون مجموعة من الخبراء اللي هن عم يوضعوا الكوريكولوم أو عم يوضعوا المنهج لهيدي الدبلومة. الدبلومة بطور الإعداد، خطوطها العريضة أكيد صارت جاهزة، بس هي بطور الإعداد ونحن منتوجه فيها لكل الجامعات بالعالم العربي إذا بحبوا يكونوا هن شركاء لتبني هيدي الدبلومة بالجامعات. نحن دورنا بيكون أنه نساعد كل جامعة بتحب تفوت هيدي الدبلومة بالاختصاصات اللي عندها. مين معقول يختار هالاختصاص؟ هلأ موضوع الحوار هو منه موضوع منفصل عن كل الأشياء التانية، هو متداخل بمواضيع كتيرة، فممكن حدا عم تخصص بكلية الإعلام يقدر كمان هو ياخد دبلومة بالحوار لتمكنه من خلال عمله بالإعلام. ونحن منعرف قد الإعلام هلأ هو وسيلة كتير مهمة، أو حابب يخد مجال حقوق الإنسان أو بالتربية، أو الانجي أوز كمان في عدد كبير من الانجي أوز عنا بلبنان، إذا بيشتغل بالتربية، إذا بيشتغل مع اللاجئين، إذا بيشتغل بالإعلام، إذا بيشتغل بحقوق المرأة، حقوق الطفل، كل هيدي المجالات بيقدر يمكن حاله أكتر أنه ياخد صفوف إضافية تقدر تعطيه كل المهارات اللي هو بيقدر ينشر هيدي الثقافة من خلال عمله. من باب التوعية كمان قمتوا بحملة إعلامية كبيرة، بدنا نشوف هلأ تي في كوميرشل أطلقتوها ونرجع نكمل حديثنا. ماذا لو ولدت أسود البشرة أو أصفر مثلا؟ ماذا لو كنت أعمى البصر أو كنت من الجنس الآخر؟ ماذا لو كنت كبيرا في السن أو من عقيدة أخرى؟ ماذا لو كنت أنت الآخر؟ الاختلاف ليس خلافا. حاور. تدعو كمان بإحدى حملاتكم للتعرف على الآخر، لما منكتشف القواسم المشتركة اللي عنا قدي هالشي بشجع على تقبل الآخر، وخاصة بين الشباب اللي عندهم يمكن أفكار مسبقة مزروعة فيهم من قبل الجيل اللي أكبر. مثل ما قال الدعاية اللي شفناها أو البروموشن، قالت الاختلاف ليس خلاف حاور. نحن عم نعيش هلأ بوقت وبمنطقة فيها تنوع كتير كبير، فيها غنى بهيدا التنوع. لازم نحن نكون منطلقين انه هيدا التنوع هو بيغنينا وهو ثروة المنطقة اللي نحن عم نعيش فيها، ما نكون عم نستعمل هيدا التنوع لإثارة النزاعات او الحروب او المشاكل. مشان هيك الحوار هو مهارة البحث عن الحقيقة عند الآخر. يعني إذا أنا وياكي بدنا نتحاور، إذا أنت جيتي عندك أفكار مسبقة وحاكمي على الأفكار، حيكون عائق ورح يبقى الحوار مثل ما قلتي قبل شوي أنه رح يبقى بس حكي على ورق وما رح يتطبق على الأرض. منشان هيك الحوار هو كمان، يعني بس لنوضح شوي أكتر نحن بأي إطار عم نشتغل، الحوار هو منه اللي عم نشتغل عليه حوار بين دول أو بين يعني منظمات أو مؤسسات، بين أفراد. نحن عم نشتغل على الحوار بالمجتمع من خلال التربية، لأنه الحوار هو منه اكتيفيتي بتنعمل اسايد وبتخلص، يعني بنخلص منها، هو لايف ستايل، يعني نمط حياة بالضبط. لكن لنقدر انه نقوم فيه بده يكون عندنا مهارات. نحن وظيفتنا كيونسكو انه نمكن المؤسسات التربويه او المؤسسات اللي بتشتغل مع المجتمع المدني، نمكنها من المهارات اللي هي بتقدر توصلها لنوصل بالاخير للنتيجه اللي نحن بدنا اياها. يعني ثقافه الحوار لازم، يعني لازم يكون اسلوب لنمط حياه بيطبقوه بكل يوم من حياتهم. اخترتوا الموسيقى، موسيقى الجاز بالاخص، كمان حتى تنطلقوا بهالمشروع، كيف فراس؟ هو ال 30 نيسان من كل سنه العام يوم العالمي للموسيقى الجاز، بلش السنه الماضيه، والسنه قررنا نحتفل ببيروت بالتعاون مع شركه سوليدار. فكان في 6 فرق لبنانية للجاز وعزفوا بوسط بيروت بشارع أوروغواي، يعني بيوم المناسبة. طبعا اليونسكو اختارت الجاز لأنه بترمز للتنوع الثقافي. كيف بلشت الموسيقى الجاز بالولايات المتحدة الأمريكية، جذورها أفريقية،
انتشرت بأوروبا، حبوها كل سكان الكرة الأرضية. نعم. بعدين الجاز موسيقى، ممكن نفس الفرقة بتعزف المعزوفة بعد حفلة تانية بمكان تاني تعزفها بطريقة تانية، بتتفاعل مع الجمهور ومع المكان، وبترمز لتنوع ثقافي كبير بالنسبه لل. وبهالنهار كان في احتفالات كثيره وسط حوالين العالم، كان في كثير احتفالات. خبرونا سريعا عن الفيسبوك بيج وعن الويب سايت كمان الخاص فيكم. في رح يكون في بوابه او بورتال لكل المصادر والمعارف اللي مرتبطه بهالمشروع، من حزم تدريبيه، من مقالات، من مواد مختلفه وافلام وثائقية، حتكون موجودة على الويب سايت تبع المشروع. نعم. الآن في موجود صفحة فيسبوك اسمها حاور بالإنجليزي HAWER، هاي بتعرض كل نشاطات المشروع. والبلاتفورم اللي هو حيكون يستوعب الشباب ونشاطاتهم ويخبر عن كل شيء عم يصير بهالمشروع. سريعا ميسون، في مؤتمر كبير راح يتم بالمملكة العربية السعودية قريبا. المؤتمر راح يكون بديسمبر 2013، لكن التحضيرات من هلا مبشرين فيها. المؤتمر هو على ثقافة التطوع عند الشباب، فبده يكون مؤتمر دولي انترناشونال، ولكن العالم العربي له الحصة الأكبر بهذا المؤتمر، ولبنان أكيد راح يكون ممثل بشكل كتير كبير بالمؤتمر، اللي راح يروحوا كل الشباب اللي عندهم تجارب بموضوع التطوع على الأرض. بده يكون مثل اكزيبيشن، يعني يعرضوا هن البروجكتس تبعولهم وشو بيعملوا، من اجل نشر وتعميم الخبره بين الشباب. واكيد كمان الهدف منه بيكون تشبيك بين كل المؤسسات اللي بتشتغل بموضوع التطوع. شكرا لكم، نحن بنهنيكم على هالمبادره اللي مستمره لغايه سنتين بتصور بلبنان، وان شاء الله تقدروا تعملوا من خلال هالمشروع اللي السياسي ما قدرت تعملوا، اللي هو توصلونا للحوار المنفتح الحقيقي. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. وقفه قصيره مشاهدينا ومتابعي حلقتنا.